دلوقتي جاسر حابب يشاركنا مع حسن موسيقى راب وأغنية تراك أي كابور. هنسمعها كده مع بعض ونشوف رأيكم إيه في الأغنية دي. النكت
ومع الطالب يوسف عبد الصمد. قصيدة، قولي اسمك. سمرة. سمرة رأفت، قصيدة عن الأمانة هتقولها سمرة رأفت، نسمعها كلنا. لو تضيع يوم الأمانة يبقى نستنى القيامة، يا ضمير خان الأمانة، ألف حسرة وميت ندامة، ليه رضيت تبقى في هامة؟ ليه نسيت تنجى بسلامة؟ ليه نسيت انك مسافر وفي سفر ما ياخدش ياما؟ ليه نسيت ان الخيانة في الحساب بتفوت علامة؟ ليه نسيت ان اللي خلقك شايف الكون والظنون والحقيقة اللي بتخفيها الضماير والعيون؟ كحل الليل بالسواد غلفه بسود السكون، يبقى مش هيشوفك انت لو تخون. عجل اللي غره فعله ووصله لحد الجنون، قل له حتى لو انت خاين اللي امنك لا تخون، قل له ما تفرطش لحظة في الامانة وكون امين، قل له ما تخليش حسابك يبقى اطول من السنين، خلي سادك ده وسادك والامانة في الايدين، يعني ما تظلمش نفسك يا ابن ادم مرتين.